السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متتبعين، كديرين لاباس عليكم؟ أنا كنت اليوم كنحك في المعدة الألمنيوم، راه تقريبا كملتهم، بقات لي واحد البرمة تما، قلت غنوريكم واحد الوصفة نعطيها لكم سحرية باش نخرجوا لكم من المعدة الألمنيوم. بريو بريو يلا. ما عرفتش باين لكم مزيان تما ولا باينش لكم. المهم يعني كملت شي ماينات، مبغيتش باش نطول عليكم فيديو بزاف. هذا تبع الالومنيوم برماو كاس، عندي جيف، عندي شويه الخل، كنحط شويه هنا شويه ديال الخل، هاد الشقال غليظ، كنقولو ليه الشقال غليظ، ماشي الشقال ديال يوميا خفيف، هاد الشقال غليظ انت ديرو باش هادشي تفورسي عليه مزيان ويخرج لك كاين ما عبري، شكون عندك الجهد هذا تفورسي عليه مزيان انت ديرو هاد الشغل. ها اللي تكوني خاصنا مع الراجل، جبديهم وبديت تحك في المواعد الالومنيوم حيت هادو كيبغيو واحد المجهود خاصك تفورسي عليهم، شي من هاد تكوني خاصنا مع الراجل غتفورسي عليهم مزيان مزيان. هادي هي الوصفه حيت هادو كيبغيو الجهد. كاين شي عيالات ها اللي تقاسموا مع رجالاتهم هذيك الطاقة كل يبردوها في ولادهم، جلستا نوض تمتم قعدتا نوض تجي دير الغدا لوحدك شي باسل، الغدا دير باسل ما تعجنش، تجيب الخبز ديال البارح سخنو. لا علاش نبرد انا غدا يدي في ولادي؟ ولا كاين اللي كيبرد غدا يدو في راسو، يا ما تاكلش يا كاين اللي كيتفقس كيولي ما ياكلش، كاين اللي كيتفقس ياكل بزاف، داك ياكل بالفقسه. لا علاش انا نادي نفسي ما ناكلش، ولا نبدا ناكل في بزاف تنغلاض ونفيض؟ لا كيكون ديك الساعه واحد الطاقه باغا تخرجيها ما عارفاش راسك فين تخرجيها، واش تخرجيها في الشجاره؟ كاين اللي اتضحت معاه الشجاره بحال تكون هي مخاصمه مع راجل، حلت الباب ولا هبطت حاشاكم بالزبال ولا المهم تصالحات معاها صدفه كتبغي تخرج هذيك العصبيه كلها في الجاره، تلقايا تلقايا بزاف صافي باغا على اقل ما هي حاجه تلقايا باغا تخاصم. لا نهار اللي تخاصمي دخلي الكوزينه عندك شي شبيكه موسخه، عندك شي شبيكه ديال الفران موسخه فورتي عليها حكيها وحكي وهضري اش تقولي. انا نقولك اش تقولي مثلا هذه هي جميله، انا كنفرطي الحب قولي كاع شبابي ضيعتو معاك، زيني وصغري مشى، انت دابا كبرتي وربيتي شريش وبديتي تبومبا عليا باش ايه خاص تهضري ضروري، كبرتي وربيتي الريش وبديتي تبومبا عليا، شتيني واش من حجبان واش من عينين واش من شعر، دابا كلشي نسل كلشي تهرهر ها عاد ديتي التبومبا عليا، شربتيني المر تا وعائلتك وصبرت صبرت 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 فرضيت بالهم والهم مرضى بيا، هادشي كله غتقولي وانتي كتحكي في هذا. خرجي الطاقة ديالك في المواعن في الشهر حسن ما تخرجي في شي واحد اخر، كاين اللي كتخرج الله يستر الراجل نيت كيبركو يضاربو
والله كاين اللي خرج في ولادك، كاين اللي خرج في جيرانه، بحال هاد نشرت شي حوايج وشافت شي قطره كتخطر من الفوق، بحال جارتها نشرت الحوايج من الفوق، جود معاها صداع ديك القطره تقول لي حوايج كيقطروا، هي ما بيهاش قطره، هي عندها واحد الطاقه بغات تخرجها. وكاينه اللي الله يهدي انت هي كتجمع الباليزه وتجمع حوايجها وتمشي تغضب عند دار امها ولا باها، لا ما نمشيش نغضب بركي ديري الشقه وبركي تشقى يتورطي حتى داكشي كلشي غدايدك بردي ما في المواعن، بردي ما في المواعن غدايدك راه يخرج يلمع البريو. ما نوريكم دابا، نوريكم كيفاش خرج عليها، ها هتشوفوا كيفاش خرج، ها خرج يبري ولا ما خرجش يبري، ها خرج يبري. هذا عندي شحال من عام دابا، هذا عامين وانا كطيب فيه، عامين شي عامين شي 14 وانا كطيب فيه، ها هو دابا خرج يبري بحال يلاه شريتو البارح، وقلت لكم هذه هي اللي خاصني فيا، ها اللي تكوني مخاصمه مع الراجل ما تمشيش تحردي لعند داركم، ما تبرديش غدايدك في ولادك، تضربي في هذا تضربي في هذا تدرفي في هذا، جلستي من هنا نوض من هنا، وما تديري لي من الغدا باسل وما طيبيش لي من الخبز سخون ولا تضربي مع شي جاره ولا تضربي. المهم الواحد يكون فيه واحد الطاقه بيخرج، دخلي الكوزينه، دخلي الكوزينه حكي مواعناتك نضيهم، ها انت استفدتي خرجتي الطاقه اللي فيك وبلا ما تادي حتى واحد. بعد ما تكلي شي وحده تخاف مع راجلها وتقول شي هضره ما كانش عليها خاصها تقولها وتندم من بعد، حيت هي كتجي بحال واحد الوقيته بحال واحد الغمامه كتجي واحد الساعه ساعتين شويه كتحيد، عاد كتولي تقولي انا يا ريم انت اش درت انا امي اش قلت، سكتي ضربي الطام ودخلي الكوزينه. كاين اللي كتبرد غدا غير الشطيح، ايوا ها هو هذا المواعنات خرجوا ويمين خرجت، اها ها والمواعن. هذا الفيديو انا راه كنت غير كنديروا كنت كنقاد في المواعن داكشي، قلت انا نصور ليكم، انا صورت ليكم، يلا نخرج من الكوزينه دابا سالينا من شوفي فين حاطه ديك التصوير الثاني. المهم نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم وخفيف وظريف على قلبكم، ومع السلامه الفيديو اخر ان شاء الله. فيك اللي